حسنا كيف انا من سافوز؟ هيا ديما هيا. كيف هيا انا اثق بك. سنرى. ديما ديما هو من سيفوز. سنرى ايتها الخضراء. هيا هيا ديما هيا هيا. أيمكنكم أن تلعبوا بهدوء؟ أنتن متحمسة جدا. بنات أيمكنكم أن تصمتون؟ لا لا نستطيع. هيا هيا ديما هيا. ماذا تفعلون؟ تلعبون كرة قدم الأطفال؟ أين هي كرة القدم الأمريكية؟ هل استسلمتم؟ حسناً هل سيصرخون من كلا الجانبين؟ من المستحيل إعادة الدرس. لنذهب إلى المقهى إنه هادئ. هيا هيا ديما هيا. هيا هيا كيف ستهزمه؟ شباب ماذا تريدون؟ بروفانس يريد عصير الجزر. ماذا؟ حسناً أنا المقنع وأشرب الجزر. وأنا شوكولا ساخنة. وأنا أيضاً شوكولا ساخنة. حسناً فهمت، جزر طازج، كيف سيشربه كله؟ برافاسي إنه صحي جدا. ماري ماذا سنفعل؟ هل سنبحث عن مشجعات جديدات؟ هذا ليس جيد، بقينا أنا وأنت فقط. لا أي مشجعات جديدات، لقد اعتدت على بوني. تخيل أنا المشجعة الوحيدة، ربما يجب أن أجد أعضاء جدد للفريق. أتريدين أن تخوني فريقك؟ لا يوجد هناك فريق، هم الخونة، إنهم يرتدون جميعا الأسود ونحن نحتاج للمشجعات. حسنا اليوم سأتحدث مع ديانا وناستيا مجددا، لم يوافقوا على العودة للفريق، سنبحث عن مشجعات أخريات. أيها المقنعة مانع إن شربت ليقتل، لقد انتهى الجزر. إذا اصنع لي عصير أناناس. تبا أريد أن يكون كل شيء بخير. لا أفهم، جميع من في المدرسة فقد عقله. لقد فقدوا عقولهم جميعا. توقفوا، لا أفهم لما رأس مقنع فريق بوني يجلس على كرسيه. آسف فروكس، لكن ليس لدي كرسي خاص براسي، خذ كرسيا آخر. هل سمعتم هذا؟ إنه يحاول أن يقول لي ما سأفعل. أبعد رأسك بعيدا بسرعة. فروكس توقف عن الصراخ، أبعد رأسك من هناك، دعها تجلس. شبابا أفضل أن نفكر في طريقة لإنقاذ الفريق. ها هو كرسيك فتاة مجنونة. بنات لنسرى ونراجع الدرس ونستعد، ما زال علينا أن نلتقط صورا لأجل ألبوم التخرج. برافاسي اصنع لنا ثلاثة شاي بسرعة. لا أستطيع فعل هذا بسرعة، لقد نفذ الماء المغلي. الفتيات وسمايل، أمل من الجميع أن يتذكر أننا سنلتقط صورة ألبوم التخرج اليوم. أجل وسنرتدي الأسود، خريجون متمردون. أجل لنقل المصور أن يضع لنا صفحة منفصلة ويوقع عليها المتمردون. أجل أتفق سمايل، حسنا لنشرب بعض الشوكولا الساخن الآن. نريد أربعة شوكولا ساخنة أرجوك. بروفاستي وأنا كاكاو. أيمكنكم أن تصمتوا أيها المتمردون؟ تبعاً ديانا يجب أن نتحدث. ديانا وأنا أيضاً. ديانا أتتذكرين أنه سنأخذ صور التخرج اليوم؟ هل سيكون هناك مكان فارغ حيث يجب أن تكون بوني؟ أوه ماري مرحباً، لم ألاحظك. أريد أن أقول أنه لن تكون هناك صفحة لأجل بوني، سيكون المتمردون على الصفحة الرئيسية. آسفون ماري. أتعلم سأنشئ فريق تشجيع جديد، أردت أن أصبح قائدة منذ مدة، وأنتم يمكنكم أن تظلوا متمردات. هل أهتم بها؟ ميا لا. هو ظهرت الحقيقة ماري ماكرة. سمايل هل اكتشفت هذا للتو؟ شباب أنا أذكركم مرة أخرى، لا تنسوا أن تضعوا بقشيشا لبروفاستي وإلا ستخدمون أنفسكم. ماري لما قلت أنك تريدين أن تصبحي قائدة الفريق؟ الآن لن يعودوا. ماري تصرفك غريب جدا، لا أحد سيعود هكذا. لما أنتظر عودتهم سأجد فتيات جديدات وأنا سأصبح القائدة، وهم يمكنهم متابعة ارتداء الأسود. برافاسي أين هو الكاكاو؟ شكرا لك برافاسي. ماري هناك الكثير من الطلبات. لا أفهم أي شيء، هل أصبحت أضعف مشجعة من فريق بوني تتباهى هكذا؟ اسمعي ماري، لكي تصبح قائدة فريق عليك أولا أن تتعلمي كل الشعارات وكل الحركات، وعندها يمكنك أن تقولي أنك قائدة. أوه ما الذي تقوله القائدة السابقة؟ أتعلمين ديانا عندما أصبح قائدة الفريق؟ سأتعلم كل شيء، الحركات والشعارات. بنات إيدا وأنتم تبدأون نزاعا، هذا يفسد الفريق فقط. بنات لا تتشاجروا، أنا أحبكما معا فلتتصالحوا، هذه هي الطريقة الوحيدة التي ستنقذ الفريق. اسمع فتيات من الرائع رؤية فريق بوني يتفكك هكذا. أجل يمكننا أن نستفيد. أجل إن لم يتصالحوا سنصبح أفضل فريق مشجعات. يبدو لي أنهم لن يتصالحوا أبدا. فروكس أنا أسمعكم، رغم كل شيء فريق بوني سيعود. لا فريق بوني لن يعود، سيكون هناك فريق بوني جديد، واضح ديانا؟ أتعلمين ماذا ماري؟ كيف استطعت أن لا ألاحظ من قبل أنك تريدين أن تصبح القائدة؟ أعيدي لفتيات بوني زيهم اليوم، وأيضا سترتدين الأسود لأجل صورة التخرج. أحسنت ديانا أريها. حسنا أردنا الأفضل، لكن حدث ما يحدث دوما. ماري تبا كان عليك أن تفعلي هذا بطريقة أخرى. لا توجد طريقة أخرى، سأصبح القائدة. معلم مايك أرجوك يمكننا إعادة جدولة جلسة التصوير بالمدرسة بعد ساعة. أيتها الخضراء لما سنضيف ساعة؟
أخبرتك في أي وقت ستكون فيه جلسة التصوير. معلم مايك، نحن فقط نريد أن نكون الأجمل في ألبوم المدرسة. أجل، لقد اتصلنا بمصفف الشعر وستيلت وميك أب آرتست. وما المشكلة؟ مصفف الشعر والميك أب آرتست علقوا في الطريق. معلم مايك، لنغير الوقت أرجوك. لكن المصور وصل في الوقت، إذن جلسة التصوير ستكون بعد قليل. معلم مايك، أرجوك، ألا يمكنك أن تفعل شيئا من أجلنا؟ معلم مايك، لما لا نعرف أن هناك جلسة تصوير اليوم؟ لما لم يخبرنا أي أحد؟ لن نلتقط الصور اليوم، لا توجد لدينا ملابس. هو لم تقرأ الإعلان؟ كتب في جدار المدرسة وفي مجموعة المدرسة أن جلسة التصوير ستكون اليوم. أجل، انظروا، ديما يرتدي قميصا منذ الصباح. بنات لا مشكلة، سنحول قمصانكم لملونة تلك إلى سوداء بالفوتوشوب. أتعلم ماذا معلم مايك؟ افعل ذلك لنفسك وليس لنا. نحن نريد أن نرتدي ملابس جميلة وتسريحات شعر رائعة. رأيت معلم مايك، نحن لسنا الوحيدين من لديهم مشاكل. دعنا نغير الوقت أرجوك. توقفوا، أصمتوا قليلا، جلسة التصوير ستكون بعد قليل. دعوا المكياج بأنفسكم، هذا آخر كلامي. أيتها الخضراء، يمكنك أن تعطيني قميصك؟ لا كارينا، في الغالب سأرتديه. ديانا ماذا سنفعل؟ لنذهب ونطلب ديانا، لديها العديد من الملابس. بنات، أخبرناكم أن المعلم مايك لن يوافق. أتعلمون ماذا؟ هذه جلسة تصوير للمدرسة وليست لغلاف مجلة. لا حاجة لمصفف شعر ولا ميك أب آرتست. شكرا لك معلم مايك. حقيقة أننا تخرجنا لا تعني لك شيئا. يبدو أننا كبرنا. هذا صحيح، أنتم متخرجين، يجب أن تفكروا في الدراسة وليس في المكياج. شباب ساعدوني، كيف يجب أن أتصور لأجل ألبوم المدرسة؟ هكذا كفتاة فاتنة؟ أو هكذا كفتاة متمردة؟ أو هكذا كطالبة مجتهدة في المدرسة؟ جيجي الفتاة الفاتنة. باتريك لا تعطيها نصيحة غبية، هذا ألبوم مدرسة، إنها تذكار مدى الحياة. جيجي تصوري كطالبة مجتهدة. حسنا. جيجي أنا ألتقط الصور، لا تديري وجهك، انظري لي. أجل، يبدو هذا جيدا. فتيات أتعلمون، أهم شيء هو أن أبدو جميلة في ألبوم التخرج. يجب أن أضع بعض المكياج. انظروا، هنالك تجربة أداء. هل الحمام فارغ؟ أجل فارغ. هل جاء المصور؟ جيجي الأفضل أن ترتدي شيئا آخر لألبوم المدرسة. حسنا، هذا رأيي الخاص فقط. أجل، لأننا لا نلتقط الصور بملابس الرياضة. ما الذي حدث للتو؟ هل ديانا أعطتني نصيحة؟ جيجي، يمكنك أن ترتدي كل ما تريدينه، نحن لا نحتاج لنصيحتكم. تبا فتيات، ما هذا؟ هل نسيت حقا حقيبة مكياجي؟ ديانا أنت تمزحين، لم أحضرها أنا أيضا. فتيات، هل سنبدو عاديات في ألبوم المدرسة؟ تبا، كيف جئت إلى المدرسة دون حقيبة مكياجي؟ حسنا فتيات، لنذهب إلى غرفة الملابس، نضع المكياج هناك. ديانا هيا لنسرع. شباب، إلى متى ستتجاهلونني؟ حسناً فهمت، أنتم غاضبين مني، لكن حقاً هل ستفسدون صداقتنا بسبب الملابس؟ أنت من أفسدت صداقتنا إسماعيل. حسناً شباب، اليوم سنلتقط الصور لأجل ألبوم المدرسة. أستطيع أن أرتدي الزي لأجل الصور، أهذا يناسبكم؟ إسماعيل، تريد أن تقدم لنا خدمة؟ إنها ليست مجرد صورة. كل ما في الأمر أنك تركت بدلة كرة السلة من أجل ملابس سوداء، هذه خيانة. تبا شباب، لا تفهمون، لدي صديقة، وأن أكون ضد صديقتي يعني نهاية العلاقة. آسف، لكن صديقتي أكثر أهمية من كرة السلة. حسنا، إذن اذهب عند صديقتك. إذن هكذا أنتم شباب. حسنا حسنا، لقد خلعت البدلة، ألم أعد لاعب سلة؟ تبا، أريد أن يكون كل شيء كما كان. أجل ماكس، هذا سيكون أفضل. حسنا، هيا لنتدرب. فتيات، وجدتم ملمع شفاه، أي لون اخترتم؟ ديانا، لقد وجدت أحمر شفاه أحمر سأضعه. ناسيا، ديانا، وجدت هناك ملمع شفاه شفاف. رائع، ناسيا، أعطني ملمعا شفافا أيضا. حسنا الفتيات، فكروا في الأمر، لدينا جلسة تصوير للتخرج، كما هذا رائع. السنة القادمة سنذهب للثانوية. الثانوية رائعة حقا، لكن ألست خائفة من أن تكون هناك فتيات أكثر شهرة مني؟ سنكون الأشهر في كل مكان. بنات، أهم شيء هو أن نصبح مشجعات في الثانوية، وثم سنصبح مشهورات حتما. ناسيا، أعطني ملمع الشفاه، هل انتهيت؟ ديانا، مرحباً. اسمعي ديانا، كما تعلمين هناك جلسة تصوير في المدرسة. لم يخبرنا أحد، لذا لا توجد لدينا ملابس مناسبة. أعطينا بعض الملابس أرجوك. شكراً.
فتيات، أظن أنه يجب عليكم أن تلتقطوا الصورة بهذه الملابس، إنه ستايل الفئران. لكننا نريد أن نبدو جميلات في الصور. نحن فئران في المدرسة، لكن في الثانوية لن نكون فئران، وربما سنصبح مشجعات. الفئران لديها خطط رائعة. هل أنا الوحيدة التي لا تستطيع التنفس بسبب الفئران؟ حسنا فتيات، خذوا، إنها صور التخرج قبل كل شيء. لا أهتم إن ارتديتهم للصور. سأخذ هذا، سأخذ القميص الوردي. شكرا لك ديانا. ديانا أنت لطيفة جدا. كم من مرة علي أن أخبرك لا يجب أن تكوني لطيفة. اسمعوا فتيات، لقد كنت أفكر، إنها صور التخرج، هذا يعني أنها ذكرى دائمة. ربما يجب أن نرتدي ملابس أنيقة. لا ديانا، هذا صحيح، لنرتدي ملابس أنيقة. سنذهب للثانوية لاحقا، صحيح؟ أجل، ثم سنرى الصورة ونضحك ونقول كيف كنا متمردين في المدرسة. أيها المتمردون، أخرجوا من هنا، المشجعة ستضع المكياج. ماري اهدئي. ماذا؟ وهل تلك المشجعة تعرف أن غرفة الملابس غرفة مشتركة، وأن هناك طاولتي طاولة ديانا، وطاولتي طاولة ناستيا؟ أجل تذكرت، لقد سمحت لك باستخدام مرآتي ذات مرة. فتيات أرجوكم اهدأوا، لا تتشاجروا، ديانا يجب أن نعيد الفريق. ليس هذا ما تحدث عنه، يجب أن أضع المكياج. بالمناسبة هذه ليست طاولتك، لذا ابتعدي. حسنا فتيات، سأنتظركم في الخارج. ديانا أرجوك عودي مشجعة، وأنت أيضا ناستيا، من أجل أنا المقنع أرجوك. أيها المقنع توقف، لقد تعبت منك. لنتحدث عن هذا لاحقا، والآن يجب أن أستعد لجلسة التصوير. أيها المقنع هيا أخرج أرجوك، انظر نحن فتيات وأنت شاب. أيها المقنع أخرج، يجب أن نرتدي. حسنا لنلتقي في جلسة التصوير. شباب المصور سيكون هنا في أي لحظة. أين هو المصور؟ نحن ننتظره. المصور. شباب المصور لن يظل يلتقط الصور لكم لساعتين، إذن لا حاجة لحركات عرض الأزياء، إنها صور التخرج. نحن سنقوم بالحركات معلم مايك. معلم مايك، أيمكن لديما أن يقوم بتقبيلي على الخد في الصورة؟ هذه ليست قصة حب، هذه صور المدرسة. بروفاسي كيف أبدو؟ هل تظهر البثور؟ جولي أنت الأكثر جمالا. بروفاسي سنكون رائعين في صور المدرسة. يانا اسمعي، بينما لم يأتي مصور المدرسة لنذهب ونضع المكياج. هيا لياليا. شباب دعونا نقف بشكل جيد لالتقاط الصور. إذن هنا الضفادع، المقنع وماري هناك. إذن أهم شيء أن تأتي ديانا ببدلة بوني. معلم مايك، بصفة قائدة الفريق المستقبلية يجب أن أقف في الوسط. تبا فتيات، لقد أكلنا، الآن ستبرز بطوننا في الصور. سمايل أنت لا ترتدي الأسود. عزيزتي ولا أنت؟ سمايل هذا فقط لأجل صورة المدرسة. لا تنسوا، بعد صور المدرسة يجب أن تعيدوا ملابسكم. هيا نحن نتذكر. حسنا سمايل لنلتقط الصور. حسنا لا أستطيع تصديق أن هذا اليوم جاء. يا إلهي يانا، رأيت ديانا لن تعد متمردة. لا أهتم، لنذهب ونلتقط الصور. لكن أنا أهتم، أنا صحفية المدرسة، يجب أن أستجوب سمايل وأستجوب ديانا. حسنا لياليا. ديانا ما الذي جعلك تتغيرين؟ ألم تعودي متمردة؟ هل أنت أرنبة مجددا؟ لياليا لا تعليق، لا تعليق. سمايل لم تعد متمردة، هل أنت لاعب سلة مجددا؟ لما ترتدي بدلة لاعبي السلة؟ دعيني. بنات أنتم ستقولون الحقيقة. هذا فقط لأجل صورة التخرج. أجل هذا كله من أجل الصور. هيا ستصبحون متمردين، يجب أن نعرف كل شيء. هيا المصور لن ينتظر طويلا، أسرعوا أسرعوا. إذن فليقل الجميع تشيز تشيز. أجل شباب، أخيرا لقد جاء هذا اليوم، لقد التقطنا صورة التخرج، وغدا سأصبح متمردة مجددا. ضعوا إعجابا واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس وانتظروا حلقاتنا الجديدة. أراكم لاحقا، وداعا وداعا.